السلام عليكم. وصلني طلب من احدى المدارس ان اسوي مجسم طاووس. طبعا الصوره اللي مطرشينها لي مجسم طاووس بس الديل من ورد في الحديقه. طبعا انت عشان تسوي مجسم وبيكون في مدرسه في حديقه لازم يكون قوي. يمكن المدققين في الامور الفنيه بيشوفون ان رقبه الطاووس شوي سميكه. طبعا ما تقدر تسوي نفس السايز لان اذا ما كان نفس اليوم نفس الدقيقه بينكسر اذا تعبثوا فيه الاطفال. فانا سويته بسمك يعني قد يكون ملائم. طبعا هو في الاصل في اللين لبست مش حديد وحطيت عليه سمنت. وطبعا بتشوفون الخطوات اللي حكيتها وصبغتها. طبعا العمل يمكن ثاني مره انا اسوي، بس انتوا اذا حبيتوا اي يعني استفسار تعرفون شويه ازيد تقدرون تكتبون لي في الكومنت تحت وارد عليكم في اجرب وقت ممكن. تابعوا العمل ان شاء الله يعجبكم نفس ما تشوفون في الفيديو ذي. تابعوني.